سرح على الشوط الاول بما بحضور بعض اللاعبين اللي كان عندهم خبره اكبر. هذا الهدف رقم 39. كنظن ان استفى مدرب طنجان هذه التشكيله هذه كي خدها كمقياس اللاعبين باش على الاقل لا يعرف المستويات ديال اللاعبين. جميع اللاعبين فاليني دخل كل العناصر كامله كما قلت في الاول مباراه تدريبيه. استبعاد لدقيقتين لاعب لاعبي فريق الشرطة الرواندي. إذن غازي العيادي بالفعل هو رقم 19 ماشي هو لاعب تونسي. لاعب تونسي وليس اذا الاسم هو صحيح اعتقد عبد الرحيم. لاعب رقم 19 لاعب تونسي الخبره التونسيه يعني خبره معروفه وقيمه ديال اللاعبين التونسيين ايضا قيمه مطلوبه.